في تصريح خاص لأخبار الآن قال القيادي في فتح محمد دحلان إن السلطة الفلسطينية تريد استئناف مفاوضات السلام لمصلحة الفلسطينيين ولكن ليس بشروط الإسرائيلية. وعن المصالحة الوطنية أكد محمد دحلان لمراسلة الآن في رام الله منى هواج أن حماس غير قادرة على المصالحة لارتباطاتها الخارجية. ونذيع على حضراتكم جزءا من الحوار على أن يعرض كاملا في وقت لاحق. الملف المصالحة الوطنية إلى أين يعني وصل؟ يعني ما زلنا حتى اليوم لا نرى أي مصالحة، ومع أنه حماس يعني أبدت استعدادها، والسيد محمود عباس وحركة فتح كانت دائما يعني أبدت استعدادها للمصالحة. لا، يجب أن يحاكمنا الإعلام والرأي العام على ليس على إبداء الاستعدادات بل على الالتزام بتنفيذ تلك الاستعدادات. حركة فتح منذ البداية على الرغم من الجرح الذي نزف بسبب الانقلاب والذي كان نتائجه 700 شهيد فتحاوي وما يقارب 2000 جريح ودمرت منازل، رغم ذلك قلنا نحن سنجتر آلامنا ونتوجه للمصالحة، والمصالحة استمرت سنتين إلى أن بلورت مصر موقفها من خلال الورقة المصرية والتي وافقنا عليها ووقعناها دون أن نناقش تفاصيل البنود الواردة فيها والتي بمجملها كانت ضد حركة فتح. رغم ذلك لأسباب كثيرة ولكن أهمها أولا بالنسبة لنا كحركة فتح أن الوحدة الوطنية هي أقدس من أن نتوقف عند نقطة هنا أو هناك، والثانية هي لا نريد أن نكبل وأن نعيق الجهد المصري، لكن أثبتت حركة حماس بالدليل القاطع أنها لا تريد المصالحة وأن اختيارها لإمارة ظلامية في قطاع غزة تخطف فيها 1.5 مليون فلسطيني حاضرهم ومستقبلهم كان بالنسبة لهم أهم من التوقيع على المصالحة. لذلك قلنا حين تقرر حماس التوقيع على المصالحة كما طلبت مصر نحن جاهزون في حركة فتح. أنا لا أتوقع أن حماس قادرة على المصالحة بسبب ارتباطاتها بإيران والتزاماتها معها والدعم المالي وقضايا إقليمية أخرى. لذلك نهيب بحركة حماس على الرغم من كل الألم الذي أحاق بنا خلال الفترة السابقة والتي ترجمت لصالح نتنياهو هذا الانقسام وهذا الموقف لصالح حماس. نأمل أن تعيد الاعتبار لموقفها وتعيد النظر في موقفها أن ما جرى كان جريمة من قبل حماس وأن الإصرار على هذه الجريمة سيكون ضد حركة حماس أولا وضد الشعب الفلسطيني وضد حركة يعني أولا لا أعبر عن موقف السلطة بقدر ما أعبر عن موقف حركة فتح الذي أقر كتوصية للجنة التنفيذية ولرئيس الحركة الأخ أبو مازن، وهو الذي أعلنه في خطاب كرره في خطاباته الأخيرة. ولكن أريد أن أؤكد على بعض الأسس التي بنينا عليها موقفنا التفاوضي. أولا نحن لسنا دعاة قطع مفاوضات ولسنا دعاة يعني صراخ وشعارات. ثانيا نحن المعني الوحيد إذا ما قرنا بالطرف الإسرائيلي المعنيين بعودة المفاوضات، ولكن هذه المفاوضات يجب أن تعود على أسس صحيحة قوية متينة متماسكة بحيث تؤدي إلى نتائج ملموسة ومحسوسة، لأن الشعب الفلسطيني قد مل سنوات طويلة من المفاوضات. وبالتالي عرضنا بعد أن استمعنا بإمعان وتفحصنا كل المواقف الإسرائيلية والتي كان آخرها ما عبر عنه نتنياهو في موقفه وفي خطابه في الكنيسة والذي قال فيه ملخص أن القدس ليست موضوع تفاوض، أن الاستيطان سيستمر بما فيها الاستيطان في مدينة القدس وأن لا عودة لقضية اللاجئين. وبالتالي الثلاث قضايا المركزية في المفاوضات إضافة إلى المياه والقضايا الأخرى قد حسم أمرها نتنياهو قبل الدخول في المفاوضات، ولذلك اختلفنا مع الجانب الإسرائيلي وعوض عن ذلك السيد ميتشل في أنه بدأ يتفاوض مباشرة باسم الإدارة الأمريكية مع إسرائيل، وكانت النتائج محبطة وغير مشجعة على العودة للمفاوضات في أنهم أعلنوا ما استمع إليه الجميع أن ضرورة أن يعود الجانب الفلسطيني للمفاوضات بالشروط الإسرائيلية، وهذا ما رفضناه رفضا قاطعا. لذلك أنا كل أمل في أن يأتي ميتشل ولديه أجوبة تطمني على الأسئلة الفلسطينية التي تشغل بال المجتمع الفلسطيني الذي يبحث على الخلاص من الاحتلال وليس ولا نبحث عن اشتراع واختراع مشاكل جديدة مع الطرف الإسرائيلي.